السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي. اليوم درت لكم فكرة جديدة، بما انه اليوم يوم العلم، ذكرى يوم العلم 16 أبريل، درت لكم فكرة للأطفال يدوها معهم المسيد ويدو عليها علامة جيدة. انا درت بديت بخريطة الجزائر، عالم الجزائر، درت هنا كتاب، شوفوا هذا الكتاب من بين علماء الجزائر عبد الحميد بن باديش. شوفوا كيفاش درت هذا الكتاب، شوفوا هنا كتاب قديم، العلم نور والجهل ظلام، وهنا كتبت اطلبوا العلم من المهدي الى اللحدي. شوفوا هنا واش درت تاني، اقوال وحكم. انا درت براوات كما زمان، بما انه العلم كان من زمان، كتبت في حكم اقوال. قال علي بن ابي طالب: ليس اليتيم من مات والده، ان اليتيم يتيم العلم والادب. شوفوا هنا ابيات شعريه، ابيات شعر عن العلم. انا درت ريشه كيما زمان كيما يكتبوا. شوفوا هنا انا كتبت اسم تاع الطفل. جربوا هذه الفكره، ان شاء الله تعجبكم، بارطاجيوها مع احبابكم هكذا باش تعمل فائده. إلى الملتقى، سلام.